بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعيني الكرام متابعي قناة يوميات دودو. النهاردة إن شاء الله من مطبخي هنعمل مع بعض تحلية باردة بمكونات بسيطة بسهلة التحضير، إن شاء الله تعجبكم. أنا في عندي هنا المكونات، في عندي لتر من اللبن أو من الحليب، في عندي هنا المكونات الجافة، عندي 120 جرام من الدقيق، عندي 170 جرام من السكر، عندي 25 جرام من النشا، وفي عندي كمان 10 جرام من الفانيليا و20 جرام من الزبدة، وللتزيين حزين بالمكسرات هنا المجروشة، اي مكسرات متوفرة عندك ممكن تستخدميها، وفي عندي هنا كمان شوكولاتة دارك او شوكولاتة خام. طيب انا هعمل ايه؟ اول حاجة هعملها ان انا هخلط المكونات الجافة دي مع الحليب. خلينا نبدأ بالدقيق لان هو محتاج يتنخل، لازم يكون الدقيق منخول. فهاجي هنا بسم الله علشان طبعا اتخلص من اي تكتلات ممكن ان هي تصادفني، فانا هنخل الدقيق هنا. تمام، وهاجي بعد كده اضيف السكر 170 جرام من السكر على 120 جرام من الدقيق، هضيف 25 جرام من بسم الله من النشا، وهضيف عليهم لتر الحليب. هقلب بقى او هخلط الكلام ده كله بالمضرب واتاكد من امتزاج كل المكونات لحد ما تدوب وتمتزج تماما، واتاكد ان مفيش اي تكتلات فيها. هرفع المكونات ديت على نار متوسطه مع استمرار التقليب لحد ما احصل على قوام البودنج المطلوب. شايفين القوام يا جماعه؟ وبدا البودنج يستوي معايا، ما حطيتش الفانيليا في البداية علشان ما تمررش معايا، ممكن دلوقتي اضيف الفانيليا. خلاص هي كده بدأت في بكبكة اهو، سامعين صوت البكبكة دي؟ بك بك بك، صوت المزيج دوت على النار كده. هسيبه كمان دقيقتين كده يبكبك معايا، بعد كده هضيف الفانيليا و20 جرام من الزبدة. انا القالب اللي كان معايا كان 50 جرام، فاخدت منه مقدار 20 جرام كده، وهبدأ اضيفه دلوقتي. بسم الله، مع رشة الفانيليا، وابدأ بقى اقلب الكلام ده كله لحد ما الزبدة يسيح معايا تمام. طبعا الزبدة حطيتها بقى القوام فيه لمعة كده، واصلا كريمي من الاول، فزاد عليا اللمعة والنكهة طبعا بتاعة الزبدة طبعا، واكيد هيزود لي القيمة الغذائية بتاعتها. حاول التقليب كده يكون في اتجاه واحد لحد ما اتأكد ان الزبدة امتزجت تماما مع الخليط بتاعي. هنا ده الحلو بتاعي يا جماعة، بعد ما رفعته من على البوتاجاز، ودي القوالب اللي هصب فيها. هبدأ اصب كده، شايفين القوام جميل جدا كريمي، وزي ما اتفقنا مفهوش اي تكتلات خالص. هصبه كده واساوي السطح بتاعه وهو سخن قبل ما يبرد، وبعد كده اغطيه وادخله التلاجة.
وده يا جماعة الحلو بتاعي بعد ما صبيته في القوالب كده وغطيته بالاستريتشرول، هدخله دلوقتي التلاجة من ساعة لساعة ونص، وبعد كده نجمله ونزينه ونقدمه. هرجع لكم ان شاء الله بعد ساعة. هنا يا جماعة طلعت البودنج من التلاجة بعد مرور ساعة، اشيل كده الاستريتشرول وابدأ كده ابدأ ارحلحها كده من القالب اللي فيه. عايزه اقول لكم طبعا لو في قوالب سيليكون برضو هتبقى جميله جدا. خليني بقى عايزه اقول لكم ايه التزيين بقى، يعني بيبقى على حسب الرغبه، حسب الذوق في الحاجات اللي انتوا بتحبوها. انا هحط في الاول كده المكسرات المجروشه بتاعتي دي، وهفضي عليها. طبعا في عندي هنا كاكاو بودر، ممكن احط فيها ارش فيها كاكاو بودر، وفي عندي هنا الشوكولاتة انا بشرتها، حابين تسيحوها مفيش مشكلة، انا هرش برضو كده، يعني حابين تسيحوها وتحطوها على شكل صوص برضو هيبقى جميل. انا حبيت ان انا ابشرها كده، وارجع تاني احط مثلا شوية من المكسرات برضو من فوق الوش، او شوية من جوز الهند. وده الشكل في الاخير. طبعا عايزة اقول لكم الطعم اكثر من رائع. خلينا بس الاول كده نشوف البودنج الجميل بتاعنا بطعم الفانيلا ومتزين بالشوكولاتة والمكسرات المجروشة. حابين تزينوها بأي صوص انتوا تحبوه، صوص كراميل او اي صوصات تانية، ليكم حرية الاختيار. طبعا بيفضل ان انا بحط المكسرات والشوكولاتة عند التقديم. شايفين القوام؟ واو بجد. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وافادكم. القاكم ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.